السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، كنتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. في هذا الفيديو هذا وصلنا مجموعة من الرسائل من المتتبعين، وغنحاول ما أمكن نبلغرو ونوصلوا المعاناة ديالهم والإشكال اللي عندهم فيما يتعلق بجديد جيش الودايا. وكل مرة غنستهدفوا فئة، وحنا كنتمنوا من الله عز وجل أن حتى شي واحد ما يضيع وكل شيء يستافد. لا ولد القيشي لا ولاد مطاع على سيدي محمد الشريف، لا كل شيء اللي يستحق شي حاجه ياخذها. هنا غنهضروا على الموضوع، وحنا كنتواجدوا في النقطه ديال ديور السبعين. كما كنعرفوا جميع الناس ديال ديور السبعين هما اول وحدين شملاتهم الاستفاده، لكن للاسف وحسب الرسائل اللي وصلتنا والتصريحات ديال الناس كانت تعويضات هزيله بالمقارنه مع التعويض اللي جاء من بعد في اماكن اخرى. ربما كنهضروا دابا اي واحد كتسولو كتقول له الاستفاده ديال اولاد مطاع، كيقول لك هذيك احسن استفاده دازت في تاريخ الودايا، لانه كيف يعقل الناس اللي كانوا في واحد الموقع استراتيجي واللي كنعرفوه حنا اللي هو الحي الصناعي حاليا، واللي داروا شركات كبار شركات ضخمه في الوقت اللي الناس كانوا عندهم الزرايب ديالهم تما بمساحات كبيره، وكانت عندهم اراضي كبيره في هذا الموقع هذا، حتى كيلقاو راسهم كيتعوضوا في ديور السبعين مساحه ارضيه ديال 70 متر مربع لكل اسره. وهاد الاسره اللي كتلقاها كتكون من 6 8 حتى 10 ديال الافراد. ما كانش البديل، لاننا كانت الظروف قاسيه ديك الظرفيه ديال الترحيل. هادشي هذا ترتب عليه مجموعه من الامور، من بين الامور اللي ترتبات على هادشي هذا، ان الولاد ديال داك القيشي اللي خدا ديك الارض السفلي، اللي خدا ديك البقعه ولا اللي خدا ديك السكن السفلي ديال 70 متر مربع، لقى ان ولادو غيخرجوا. مشاو الولاد مطاع، كاين اللي مشى سيدي محمد الشريف، كاين اللي دخل دوار ال الحارت، كاين اللي دخل دوار بن ناصر، على امل ان الناس تقلب على الاستقرار وتكوين اسره مثلا. فبعد سنين من المعاناه والصبر في السكن الغير لائق، على امل انهم يلقاو حتى هما هذه الفرصه الذهبيه بين قوسين ذهبية. علاش؟ لأن إلا مشات صافي سالان الملف ديال الودايا في تمارة. واش فهمتوني؟ راه سالان الملف ديال الودايا. نتمناو من الله حتى شي واحد ما يضيع، حتى كيتفاجئوا الناس وكيتفاجئوا ولاد القيشي ولاد القيشية بالإقصاء ديالهم من اللائحة ديال الإحصاء. باقي ما وصلناش للاستفادة. ليبقى السؤال المطروح، ما هي المعايير المتخذة للاستفادة؟ وما هي المعايير المتخذة لتسجيل ود القيشي وود القيشية؟ إذا كنا كنهضروا على الانتماء أو الانتساب، فأنا غيجي عندي واحد الإنسان اللي هو ودي، وهذا خصني نقيده كنائب مثلا على حسب المعلومات اللي توصلنا بها. لكن الانسان كيتفاجئ انه كيلقى راسو مقصي من لائحه الاحصاء، ما وصلناش للاستفاده. والاكثر من هذا، كاين القيشيه او القيشي اللي مسجل اللي هو الاصل، ولادو اللي هما الفروع ما مسجلينش. هنا السؤال المطروح، هذوك الوليدات اللي ما تسجلوش علاش ما تسجلوش؟ ومنين جاوا؟ منين جاوا هذوك ولاد داك السيد؟ اعترفنا به ودي وعلقنا له اللائحه ديالو، لكن ولادو علاش ما تقيدوش؟ سؤال عريض والجواب ديالو ما فهمتش كيفاش غيكون. كنتمناو من الله العلي القادر واليوم الجمعه، كنتمناو من الله العلي القادر واليوم الجمعه ان هذا الملف ديال قيش الودايا ياخذ الحق ديالو. وكذلك ومثال باش ما ننساوش الناس ديال دور الصفيح، صحاب الشكايات وكل شيء، حيت كلنا مغاربه وكلنا كنبغيو الخير لبعضياتنا، وكلنا
كنبغيو اننا ما نضيعوش في الحق ديالنا. فلهذا كنتمنى والله كل التوفيق والسداد واتخاذ القرار الصائب للسلطات المحليه باش الامور تمشي مزيان، لان والله العظيم والله العظيم انا دابا والله ما معول على الناس في هذا الفيديو غيكونوا هنا، هما الناس مساكن راه واقفين الشغل الشاغل. وقتاش غيدوز اصحاب الشكايات؟ وقتاش غتحل مشاكلهم؟ وقتاش بزاف ديال الحويجات. الله يصاوب يا ربي، الله يصاوب يا ربي الاخوان. للاشاره ما عندنا انتماءات حزبيه ولا سياسيه ولا حتى شي حاجه، غيرتنا على البلاد تحت شعار الله الوطن الملك. بغينا مدينه تمارا نشوفها في ابها حله، اكيد البرارك غايمشيو، ولكن نوفروا لهم تما حويجات. الودايا بغينا نحيدهم، اوكي اردهم الاصل ديال المدينه بزاف الحويجات، نعطيهم حقهم، لان سيدنا الله ينصرو صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله كيأكد في الخطابات ديالو على تسويه الوضعيه ديال الناس ديال الجيش الودايا بما يرضي الجميع. والله يسخر الامور، وما تنساوش البارطاج والاشتراك في القناه باش نستمر معكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.